أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. ضايل لرمضان أكم من يوم، وعلى شاشتنا شاشة تلفزيون فلسطين راح يعرض العديد من البرامج اللي راح تشمل العديد من المواضيع. شجرة وحكاية عنوان برنامجنا لليوم. هالبرنامج راح يحكي رواياتنا وحكاياتنا، أفراحنا وأطراحنا، دموعنا وابتساماتنا من خلال شجرة، لتكون شاهد على ماضينا، حاضرنا ومستقبلنا. خلونا نتعرف على مخرج البرنامج هيثم دراج ليحكينا عن البرنامج أكثر. جاهزين؟ جاهزين شباب؟ جاهزين. تحت تشوشة موسى. موسى. كيو أكشن. وراح يكون في استقبالنا اليوم في هذا المكان مكان المقام القطرواني الأستاذ نصر عطاري. وهسا بدك تبلش تسرد في الحكاية والقصة اللي بتخص هاي الشجرة وارتباطها بهذا المقام بشكل عام. كانت القمح والشعير والعدس، لكن مع الأسف الحديث منه جزء من 20 سنة ما شفنا دراسة. وبرنامجنا هو عبارة عن برنامج سلسلة يعني حلقات 30 حلقة للتلفزيون فلسطين، منلف كل المحافظات كل فلسطين، مندور على أقدم شجرة معمرة في فلسطين، ومن خلال هاي الشجرة بنحكي عن تاريخ فلسطين وتاريخ وحقوقنا وتجذرنا وإثبات تجذرنا وهويتنا في هذه الأرض. حلو كتير. من وين أجتك الفكرة؟ هاي الفكرة هي حقيقة يعني في هالشهر الفضيل ونتيجة هالإغلاقات والأشياء اللي بتصير، حقيقة لازم نعمل إشي للمشاهد نفس عنه ويشوف أجواء ويشوف طبيعة ويحاول ينطلق في أجواء الطبيعة. أكيد أكيد، وهالبرنامج أكيد بيعطي طاقة إيجابية هيك تفاؤل. طبعاً بصطحبنا في البرنامج مقدم برنامج هو جليل كبير. نعم صحيح. وفي عنا أطفال حلوين كمان، من خلال هذول الأطفال اللي بيصطحبونا في كل حلقة نحكي لهم عن تاريخ فلسطين مشان نثبت لهم شو جذورنا، قديش جذورنا راسخة في هاي الأرض. حلو حلو. نحكي مع مقدم البرنامج بكر سعدي ونتعرف على البرنامج أكثر. أهلا وسهلا فيك بكر. كل عام وانت بخير. وانت بألف تحكي يسعدك. حكينا عن البرنامج أكثر. هذا البرنامج الحلو فيه اني انا بكون دائما دليل سياحي او دليل في الطبيعة لمجموعة اطفال انا بصطحبهم معي. طبيعتنا زاخرة جدا، طبيعتنا يعني مليانة مش بس بالمناظر الجميلة، مليانة كمان بالرموز والهوية اللي بتكون دائما بالشجر، الشجر اللي صمد على مدى الحضارات. نتعرف عليه في البلدان وفي البلدات في السهول في الجبال الفلسطينية، وبنعرف من سكان المنطقة معلومات وحكايات وقصص شعبية لهاي الشجرة، لأن لكل شجرة عاصرت الحضارات في لها قصص كثيرة إحنا دائما بنحاول نتقرب منها ونوصل المعلومة للمشاهدين. أنا بخاطب الكبار وكمان المعلومة بتوصل للصغار عن طريق وجود الصغار معي في هذا البرنامج. أكيد أكيد. شكراً لكم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. رمضان كريم وإن شاء الله مستناكم أكيد رمضان إن شاء الله. إذن مشاهدينا، شجرة وحكاية أحد البرامج اللي رح نشوفها خلال الشهر الفضيل على شاشتنا شاشة تلفزيون فلسطين. استنونا بالحلقة الجاي وبرنامج جديد. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. شباب ريكورد ستاند باي. Action.